هذه الرؤى تحتاج إلى كتل صحيح برلمانية. صحيح. هل ستنضم إلى مثل هذه الكتل؟ اليوم في نخبة من المرشحين والمرشحين الشباب. طبعاً لازم نتكلم عن شيء ثاني. لما نقول شباب، الشباب أيضاً يعملون مع ويحتاجون خبرات من سبقونا، فهي معادلة. خبرة اللي سبقونا مع أفكار جديدة وحماس الشباب يعطينا وطن أفضل. مثل ما قلت لك، أي فكرة أي هدف تحتاج مجموعة. أسسنا المجموعة أو التكتل، سمه ما شئت. هذه المجموعة راح تحددها شنو؟ أفكار وأهداف معينة ونسعى لها، وممكن نختلف في أمور ثانية، ولكن بعد انتهاء هذه الأهداف إيش راح تصير بالكتلة؟ راح ترد تفكك. من الأساس نتمنى أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي في الكويت أو البرلماني، وأكيد أن هناك من الشباب المخلصين اللي نتمنى نعمل داخل مع بعض وفق الأهداف اللي نشوفها، لأن المرحلة اليوم تحتاج التكاتف.